الحفلة دي على فكرة تم يعني التعامل معها تعامل قوي، يمكن غالبية الضحايا أو كانوا من الحفلة دي. وبقول لحضراتكم إنه تاني يوم اللي هو النهاردة الفجر في عسقلان 15 إسرائيلي تم القضاء عليهم. طيب إيه اللي بيجرى؟ أنتوا عارفين بينما نتحدث في 150 طيارة، 150 طيارة بتضرب غزة ل 800 موقع. طيب أنت بتضرب مين؟ ممكن بين قوسين أقول لكم خبر بسيط. الرئيس بايدن، وطبعا اللي يتفرج على السي ان ان ويشوف الإعلام الأمريكي ويشوف الإعلام الغربي، تعاطف مع الإسرائيليين غير طبيعي، غير طبيعي. يعني لو خالته مش هيزعل عليها كده، عارف خالته اللي هي خالتي اللي ربتني ووقفت جنبي، لو إسرائيل دي خالتهم مش هيوقفوا جنبها كده. ولكن هناك تعاطف غير طبيعي. شفنا حتى زيلينسكي يا جماعة عمل فيديو بإيده، يعني بإيده يعني بالستيك بالعصاية بتاعت، يعني ما استناش إنه يقف قدام فيديو ولا يجيب حد يصوره. الراجل قال لك لازم أأيد إسرائيل بسرعة، راح جايب ستيك وحط فيها الموبايل وراح مصور وقال قد إيه هو زعلان إنه إسرائيل تم الهجوم عليه. في نهاية الأمر إسرائيل قررت إنها مش هتسيب إسرائيل لوحدها، أمريكا قررت إنها مش هتسيب إسرائيل لوحدها. طيب وكأن إسرائيل دي طبعا ما عندهاش لا قوات ولا ذخيرة ولا أي حاجة. ما علينا، النهاردة التقرير بتقول إيه؟ إنه أمريكا قررت ترسل لإسرائيل فورا كميات من الذخيرة. تمام، أنا عايز أسأل الأمريكان سؤال اللي هم بتوع حقوق الإنسان الإنسانية والآخر، هو الإسرائيليين هيستخدموا الذخيرة دي في إيه؟ أنت بعت لهم ذخيرة، أنت بعتها لهم يستخدموها في إيه؟ في قصف غزة. غزة دي اللي هي مين؟ بني أدمين يا جماعة، حماس غير موجودة. أنتوا بتستعبطوا حماس غير موجودة. أنت علشان تستهدف حد في حماس لازم تضربه في الشقة بتاعته. يعني أنت بتبقى عارف إن هو موجود في الدور الرابع الشقة رقم 2 فيتم استهدافه. إنما القصف العشوائي ده أنت بتقتل الفلسطينيين، الأطفال والنساء والشيوخ والشباب. أنت باعت ذخيرة عشان تقتل مدنيين، ولا حد قال لهم بم، ولا حد قال لهم أنتوا بتعملوا كده ليه، ولا لا إحنا هنبعت. وكأنهم بيحاربوا جيش نظامي، وكأنهم بيحاربوا دولة عظمى بجيش كبير. النهاردة بس الدبابات راحت وقفت في محيط غزة علشان يقدروا ان هم يمنعوا اي حاجة تحصل. النهاردة بس فشل واخفاق امني ومخابراتي وعسكري غير طبيعي وغير مفهوم.